اهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم حديث التعليميه. بيبدا الامتحانات ويبدا موسم الامتحانات وتنتهي الامتحانات ويبدا معاها الاجازه الصيفيه. بالطبع طبعا بنبتدي الاجازه الصيفيه، كل واحد فينا بيفكر هيعمل ايه في الاجازه. في منا اللي بيستغل هذه الاجازه بشكل جيد جدا وبيستمتع بيها وبيعمل حاجات مفيده وبيستغل طاقته الايجابيه وبيحول طاقته السلبيه ايضا من خلال ممارسه رياضه او ايا كان بيعمله، ولكن بيستثمر هذه الاجازه بشكل سليم جدا. البعض الاخر بتيجي الاجازه بتعدي بيدخل في عام دراسي جديد بيلاقي نفسه اللي هو ما استغلش الاجازه على الشكل الامثل، ولكن في نقطه بتغيب عن الكثير من الشباب وخاصه في المرحله الاعداديه والثانويه، اللي هو بدا ينضج نوعا ما وبدا يفهم يعني ايه حاجه اسمها مشاركه مجتمعيه. بيبتعد تماما عن المشاركه المجتمعيه اللي هي ممكن تكون مؤثر ايجابي جدا في حياته الشخصيه فيما بعد، العمل التطوعي، ازاي ممكن يكون عنده مشاركه مجتمعيه، حاسس بمجتمعه، حاسس بحاجه ممكن يعملها من خلال تطوع ومن خلال ثقافه التطوع. موضوع حلقتنا النهارده المشاركه المجتمعيه لدى الشباب في الاجازه الصيفيه واستغلالها بشكل كبير جدا ويستمتع بهذه الاجازه ايضا، ما يبتدش يبعد عن حاجه هو بيحبها ولكن بالجانب الاخر يبتدي يشارك بشكل مجتمعي. هنبدا مع حضراتكم كالمعتاد باخبار سريعه عن العمليه التعليميه في مختلف المحافظات وأهم التطورات في العملية التعليمية من خلال أخبارنا ومن خلال العناوين وأهم العناوين. قطار الثانوية العامة يقترب من محطته الأخيرة. رضا حجازي، التعلم المستمر خيارا استراتيجيا للنهوض نحو التنمية المستدامة. نائب بتعليم البرلمان، التعليم التجريبي في مصر بطريقه للانهيار. وزير التربية والتعليم، الصراع على المجموع ضيع التعليم والأخلاق. وإليكم تفاصيل هذه النشرة. قطار الثانوية العامة يقترب من محطته الأخيرة. بدأ استلام صناديق الأسئلة من المديريات وإرسالها للمطبعة، ورئيس الامتحانات انتهاء تجهيز استراحات الملاحظين، ورئيس الوزراء أوصى بتجهيزها بشكل لائق. تفاصيل الخبر، يبدأ ماراثون الثانوية العامة خلال أيام وسط استعدادات مكثفة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن أعمال الامتحانات تبدأ وتنتهي في شهر رمضان. وقال حجازي أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للامتحانات بدأت في استقبال صناديق نقل الأسئلة من المديريات التعليمية وإرسالها إلى الجهة السيادية المكلفة بطباعته أسئلة وطباعة أسئلة الامتحانات البوكليت، وذلك لصندقتها وتغليفها، موضحا أن الوزارة ألزمت المديريات خلال الفترة الماضية بتصنيع صناديق جديدة بما يتناسب مع حجم كراسة البوكليت وبالعدد المطلوب في كل محافظة ومديرية تعليمية. وأشار إلى أن بعض المديريات انتهت من تصنيع الصناديق المطلوبة والبعض الآخر على وشك الانتهاء، مؤكدا أن الجميع سوف يسلم الأعداد المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث لا يوجد وقت كاف للتأخير لما بعد الأسبوع المقبل. وفي سياق متصل، رضا حجازي، التعلم المستمر خيارا استراتيجيا للنهوض نحو التنمية المستدامة. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسلسلة الليان أن التعليم المستمر مدى الحياة يعد الآن خيارا استراتيجيا لكافة المجتمعات التي تريد أن تنهض نحو التقدم والتنمية المستدامة. وأوضح حجازي خلال مؤتمر الخبراء الإقليمي والتعاون مع اليونسكو المنعقد بأحد فنادق القاهرة أنه لم يعد التعلم مدى الحياة حقا من حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل أصبح أيضا أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تمكين الأفراد من اكتساب القيم والكفاءات والمهارات والمعارف الضرورية لتشكيل مستقبل يتماشى مع التنمية المستدامة، مما يساعد الدارسين على اكتساب المهارات وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وتدابير مسؤولة تضمن سلامة البيئة وعدالة المجتمع ويفتح آفاقا جديدة للارتقاء الاجتماعي، وذلك لصالح الأجيال الحالية والمقبلة من أجل بناء مستقبل أفضل. نائب بتعليم البرلمان، التعليم التجريبي في مصر بطريقه للانهيار.
تقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص أوضاع قبول الأطفال لمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية. وأشار بركات في تصريح للبرلمان إلى أن التعليم التجريبي الذي كان يعرف بجودة التعليم به وانضباط سير العمل فيه وانخفاض مصروفاته بالنسبة للمدارس الخاصة، ولكنه أصبح يعاني من كثرة قوائم الانتظار بسبب قلة أعداد المدارس مقارنة بأعداد الطلاب المقيدين فيها. وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن كثافة الطلاب في بعض فصول المدارس التجريبية وصلت إلى 60 طالبا، كما وصلت قوائم الانتظار بمحافظة القاهرة إلى 10,000 طفلا لم يلتحقوا بمرحلة رياض الأطفال و 30,000 بمحافظة الجيزة، مطالبا الوزارة بعمل خطة لزيادة عدد المدارس التجريبية لتستطيع استيعاب أعدادا أكبر من الطلاب تفاديا لحدوث أي أزمة. وأوضح النائب أن التعليم التجريبي أصبح بصدد أزمة جديدة، وهي أن بعض أولياء الأمور بدأوا يتجهون إلى رفع دعوى قضائية لإلحاق أطفالهم بالصف الأول الابتدائي مباشرة دون دخول مرحلة رياض الأطفال بسبب وضعهم على قوائم الانتظار إلى أن وصل سن الطفل ل6 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الأزمة من شأنها أن تقضي على التعليم التجريبي في مصر، متسائلا هل تعلم الوزارة بهذه الأزمة؟ واستعلم لماذا لم تتخذ أي خطوات جادة نحوها حتى الآن. وأخيرا ومع هذا الخبر، وزير التربية والتعليم: الصراع على المجموع ضيع التعليم والأخلاق. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الصراع على المجموع ضيع كل شيء لتعليم والأخلاق، والطالب يجب أن يهتم بالتعليم وليس تحصيل الدرجات، موضحا أن هناك إمكانية لإصلاح منظومة التعليم بمصر، ولكن نحن بحاجة لمزيد من الصبر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء نظام جديد للتعليم نضع فيه كل أحلامنا من أجل مستقبل أفضل، قائلا: هطبق النظام الجديد للتعليم في سبتمبر 2018. وأضاف شوقي أن النظام الجديد سيعمل على محورين، وهما بناء نظام جديد للتعليم وإصلاح المنظومة الموجودة فعليا، لافتا إلى أن التعليم في كل دول العالم يهدف لتعليم الطالب وليس لنيل الدرجات فقط، مشيرا إلى أن ترميم نظام التعليم الحالي يتم على عدة مستويات، والمحور الثاني هو المعلم الذي يعتبر عصب العملية التعليمية ويجب أن يكون في وضع مادي أفضل. ومن الأخبار إلى حلقتنا وحوارنا النهاردة عن المشاركة المجتمعية للشباب في الأجازة الصيفية بعد هذا الفاصل.